حذرت المفوضية العليا للاجئين من أن عشرات الآلاف من النازحين في شمالي اليمن يعانون من نقص الغذاء مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. وفي ظل فشل التوصل إلى هدنة لوقف القتال، طلبت المفوضية بفتح ممرات آمنة للنازحين المحاصرين من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية اللازمة لها. فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في صعدة شمال اليمن، دعت الولايات المتحدة الأمريكية الطرفين إلى الوقف الفوري للقتال والسماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة. الدعوة الأمريكية تأتي على خلفية اتهام الجيش اليمني قادة الحوثيين بخرق قرار وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الحكومة، فيما طالب القائد الميداني للمتمردين بضرورة تدخل لجنة محايدة ومستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار. هناك أكثر من هدنة ومن إعلان لوقف إطلاق النار حدث في الفترة السابقة، لكن كانت تتواصل معه الحرب ولم تتوقف. فهذا الطلب طلب مهم جدا ويجب النظر فيه، ويجب على القوى السياسية والمنظمات المجتمع المدني والحريصين على وقف الحرب أن يعملوا على هذا الطلب. الحكومة اليمنية من جانبها لم تعلق على طلب الحوثيين، وقالت إن المتمردين واصلوا اعتداءاتهم على المواطنين وأفراد الجيش. ميدانيا قالت مصادر في الجيش اليمني إنها أحكمت سيطرتها على وادي شهوان وجبل الشقراء الذي يعتبر موقعا استراتيجيا باعتباره همزة وصل بين محافظات عمران وصعدة والجوف، وقد دامت هذه المعركة لأكثر من 7 ساعات. الجيش اليمني حقق ويحقق تقدما كبيرا في مختلف جبهات القتال وانتصارات عظيمة، والحوثيون تلقوا ضربات موجعة وخسارات كبيرة في صفوفهم. والحكومة اليمنية لم تعلق على مطلب الحوثيين لأنها أصبحت قادرة على الحسم في أقرب وقت. فالحوثيون لا يريدون بطلبهم هذا غير أن يجدوا لأنفسهم فرصة ليعيدون ترتيب أوضاعهم. منظمات الإغاثة من جانبها واصلت جهودها الإنسانية في إيواء النازحين ومحاولة التخفيف من معاناة حوالي 150 ألف من أبناء صعدة وعمران تركوا منازلهم من خلفهم جراء هذه الحرب. ومع استمرار المواجهات تجد منظمات الإغاثة نفسها أمام مأزق صعب في الوصول إلى مخيمات النازحين، كما هو الحال بالنسبة للمدنيين المحاصرين الذين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم. المدنيين في منطقة المواجهات يعانوا ظروف صعبة للغاية بسبب وقوعهم في خط النيران، عدم تمكنهم من النزوح إلى مناطق آمنة، عدم توفر الغذاء والمشرب والمأوى، احتمال أيضا الظروف الطقس في الأشهر القادمة تسوء أكثر. أعدادهم الكبيرة أيضا تشكل مشكلة إضافية إلى جانب المشاكل الموجودة حاليا. أعتقد إذا استمر الوضع أكثر، استمرت الحرب أطول، أعتقد أن المشكلة الإنسانية في صعدة ستكون متفاقمة جدا ومأساوية. وفي الوقت الذي يتخوف فيه الكثير من المراقبين من اتساع واستمرار القتال، تؤكد الكثير من القوى السياسية والوطنية ضرورة إيقاف هذه الحرب. يرى كثير من المراقبين بأن الحسم العسكري لهذه المعركة مرتبط بمدى قدرة الحوثيين على المواجهة وإطالة زمن الحرب، مما يعني المزيد من الضحايا والخسائر واستمرار المعاناة لآلاف النازحين والمحاصرين. جمال الأشول، النيل، قناة مصر الإخبارية، صنعاء.